شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الوجوه وينفع بها ويجعلكم هداة مهتدين مهديين، إنه سميع مجيب الدعوات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وفضله نقضي هذه الساعات أو هذه الدقائق مع كلام ربنا عز وجل وهو القرآن الكريم، فليس بقراءة القرآن فحسب، بل نتدبر آياته ونتفقه مسائله، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يبارك لنا في هذا الوقت، إنه على ذلك قدير. معنا تفسير سورة ياسين، معنا تفسير سورة ياسين، ونحن نأخذ هذا التفسير من كلام عالم نحرير وبحر جليل، وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي أو السعدي، من كتابه النفيس الموسوم بتفسير أو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وقبل ذلك لا بد أن نمر بمواقف قبل أن ندخل في تفسير هذه السورة. التفسير هو الكشف والإيضاح والبيان أو الإبانة. قال عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، وبعد ذلك وأحسن تفسيرا. وهذه هي الآية الوحيدة التي ذكر فيها لفظ التفسير في القرآن الكريم، ولكن ورد في القرآن ما بمعنى التفسير، ولا سيما لفظ التأويل. فأما لفظ التأويل فوروده في القرآن الكريم كثير، ولذلك قال بعض أهل العلم بأن التأويل هو التفسير وأن التفسير هو التأويل، ولكن الصحيح التفريق بينهما. فنقول التأويل أدق من التفسير، أدق من التفسير، والتفسير أعم من التأويل. إذن التفسير بمعنى الكشف والإبانة والإيضاح، وجئنا بهذه الآية التي ذكرناها. وأما المراد بالتفسير عند العلماء ما سبق ذكره هو معنى التفسير في اللغة، وأما معناه عند العلماء فقد جاءت تعريفات عديدة، ومن أخصرها وأعمها وأخفها على طالب العلم ما قاله العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقال: التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، هو بيان معاني
القرآن. ما معنى تفسير عند العلماء؟ ها؟ وقلنا إن هذا التفسير، إن هذا التعريف أخف وأخصر وأسهل، لأن المراد بالتفسير هو أن نفهم كلام الله عز وجل. وإذا قال بيان معاني كلام الله أو بيان معاني القرآن الكريم، إذن حتى نفهم ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن. واعلم يا أخي الكريم أن فهم كلام الله عز وجل يحتاج إلى وسائل، يحتاج إلى إيش؟ وسائل. وهذه الوسائل قد تجعلها صنفين. الصنف الأول الوسائل المكتسبة، وهي الشهيرة عند الناس من شراء الكتب وحضور الحلقات واقتناء الكتب والجد والاجتهاد في القراءة، وهذا من الوسائل المكتسبة. وهناك وسائل أخرى وهي غير مكتسبة، وكثير من طلبة العلم يهملونها، فلا ينبغي لطالب العلم أن يركز فقط على الوسائل المكتسبة ويهمل الوسائل غير المكتسبة. أعني بالوسائل غير المكتسبة هي التي تخرج عن قدرة العبد، هي التي تخرج عن قدرة العبد. وهذه الوسائل غير المكتسبة ينبغي وحري بطالب العلم أن يهتم بها، ومن أهمها الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء بأن يعلمك الله عز وجل علم ما لم تعلم. فكان لذلك أثر في عبد الله ابن عباس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام له: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. فصار حبر الأمة رضي الله تعالى عنه. إنما نبهت على هذا لكي لا تتكل على الوسائل المكتسبة فقط. وأما ما ينبغي أن نتطرق إليه، مما ينبغي أن نتطرق إليه في هذا اللقاء الأول، هو الذكر والثناء على المؤلف وعدم نسيانه. نحن سوف نستقي من علومه ونستفيد من درره، هل ننساه؟ فلا بد أن نذكره. فهو الشيخ المفسر الأصولي اللغوي عبد الرحمن، نقول أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعيدي التميمي رحمه الله تعالى. ولد عام 1307، وتوفي رحمه الله في عام 1376 رحمة الله عليه. وأما هذا الكتاب الذي سنقرأ فيه فهو كتاب جليل فريد نفيس، قلما تجد مثله قبله، أما بعده فقد رزق الله عز وجل طلاب العلم أيضا كتبا مختصرا في التفسير سليمة من الأخطاء العقدية. أما قبل هذا التفسير المختصر فنادر جدا أن تجد كتابا مختصرا في تفسير كلام الله عز وجل، وهذا الكتاب أيضا في نفس الوقت يكون سليما من الأخطاء العقدية، قل ما تجد هذا. ولذلك وفق العالم الرباني هذا رحمه الله تعالى في تأليف هذا الكتاب، وهو كتاب مختصر نفيس. هدف المؤلف هو إيصال المعاني الصحيحة عن كلام الله عز وجل إليه، هذا هدفه، فليس من هدفه الإطالة. ولذلك هدفه بائن في عنوان الكتاب. من يذكر لي عنوان الكتاب أو اسم الكتاب؟
ها تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ما أول كلمة في اسم الكتاب ما هي؟ تيسير. وقد يسر الله على طالب العلم الذي قرأ تفسيره. كل ما تجد طالب علم يقرأ هذا الكتاب إلا ووجده ميسرا، لأنه من أهداف المؤلف أنه يريد التيسير، بخلاف بعض المؤلفين تجده يريد تعقيد ويأتي بالغرائب والمفردات التي لا تكاد تفهمها حتى تأتي باسم القواميس قبل أن تفهمها. فرحمة الله على المؤلف. وأما السورة التي سنقرأ ونعلق عليها على آياتها إنما هي سورة ياسين. فاعلم يا أخي الكريم أن هذه السورة ليس لها فضل خاص، وكل ما يروى ويذكر من الأحاديث أو الآثار في بيان فضل هذه السورة فاعلم أن سائرها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وموضوعة، ولبعض منها ضعيفة ضعفا شديدا، وهناك حديث روي في بعض كتب السنن وهو حديث مشهور وهو أقل الأحاديث ضعفا من الأحاديث التي تروى في ذكر فضل سورة ياسين. من يعرف هذا الحديث يرفع يده. يرفع يدك إذا عرفت. أنا لا أريد جواب جماعي، اللي يعرف الحديث هذا يا شيخ سعودي. اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. ما سميته من قبل؟ لكن هل قرأتها من قبل؟ قرأتها من قبل؟ من قرأها من قبل على موتاه؟ لا إله إلا الله، استغفر الله. نعم، هذا الحديث هو الذي تمسك به، ونقول أقل الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين هذا الحديث الذي ذكرنا، اقرأوا ولا موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث ضعفه المشايخ ومنهم الشيخ ليش الألباني رحمه الله، وذكروا أن في إسناده مجاهيل إذن فلا حاجة لنا إلى أن نسبي إلى ما يروى ويذكر ويسرد من الأحاديث أو الآثار في بيان فضل سورة ياسين. إذن ليس لياسين، كأن هذا الكلام قاعدة، ليس لياسين فضل خاص، إنما هذه السورة لها فضل كفضل سائر آيات وسور القرآنية عموم فضل كلام الله عز وجل هو الذي لها، أما فضل خاص فلا. لكي نفهم هذه السورة، لأن الوقت عندنا ضيق جدا والسورة طويلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لو أردنا آية واحدة يمكن تستغرق ساعة والنصف، ومن عرف الطريقة في تفسير كلام الله عز وجل، لكن سوف نمر ونلتزم بمنهج المؤلف الذي هو الإيجاز، إنما يأتي تعليقات خفيفة على بعض الكلمات. ولكن لكي تفهم هذه السورة جيدا وتحكم معانيها، جعلت لك تقسيمات عجيبة أو تقسيمات تسهل لك ضبط هذه السورة حفظا ومعنى. فجعلت هذه السورة على 6 أقسام، وتكون معي الآن مع النصوص. هذه السورة جعلتها في 6 أقسام.
القسم الأول وسأذكر لك القسم وعنوانه وآياته أيضا، يعني أقول من آية كذا إلى آية كذا. هذه الآيات بمجموعها تتحدث عن موضوع كذا، مفهوم يا أخي الكريم؟ فبهذا يكون عندك كأنك سيطرت على المعاني الموجودة في تلك الآيات التي وضعها الله عز وجل في هذه السورة. هذا مرادي، تقريب معاني هذه السورة إلى أذهان الطلاب العلم. القسم الأول نقول الآيات التي فيها ذكر أحوال الدعوة والدعاة إلى الله وعلى رأسهم المرسلون، مع ضرب المثال، مع ضرب المثل، مع ضرب المثل. هذا هو القسم الأول، الآيات التي فيها ذكر أحوال الدعوة والدعاة إلى الله وعلى رأسهم المرسلون، مع ضرب المثل. ولو قلت من أين تبدأ هذه الآيات التي فيها ذكر أحوال الدعوة والدعاة إلى الله وعلى رأسهم المرسلون مع ضرب المثل، فقل إنها تبدأ من الآية الأولى، إنها تبدأ من الآية الأولى، وهي قوله تبارك وتعالى يا سين، وتنتهي عند قوله تبارك وتعالى بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، الآية 27. هذا هو القسم الأول. من يذكر لي القسم الأول؟ أيوة أيوة إدوان. الآيات التي فيها ذكر أحوال الدعوة والدعاة إلى الله وعلى رأسهم المرسلون، مع ضرب المثل. المثل، نعم نعم. وتذكر من الآيات ياسين إلى قوله بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، الآية 27. أحسنت، نفع الله بك. القسم الثاني، القسم الثاني، آيات بها ذكر عاقبة أعداء الدعوة الحق، آيات فيها ذكر عاقبة أعداء الدعوة الحق. ولو قلت من أين تبدأ هذه الآيات، فقل ولو قلت لك من أين تبدأ هذه الآيات، فقل تبدأ من قوله تبارك وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، الآية 28. وتنتهي إلى قوله تبارك وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، الآية 32. الآيات الثانية والثلاثون، رأيتم ذلك؟ وسوف تتقن هذا، أنا سأطبقه، فكأننا نختم هذه السورة في هذا اللقاء. ركز معي بس، ركز معي وتابع ودقق ولا تغفل ولا تذهل. نعم، هذا هو القسم الثاني. من يذكر هذا القسم؟ يا ونوع يا شيخ، شيخ آدم. أيوة. آيات فيها ذكر أعداء الحق، عاقبة أعداء الحق. نها تبدأ نريد نص الآية، لأن الناس ما حفظوا الآيات هذه بالأرقام. وما كنا أيوة إلى الآية كم؟ الثانية وثلاثون، الآية الثانية وثلاثون. فهمتم كلامي؟ الذي لم يفهم يرفع يده، لأن ما جيت هنا إلا لتفهم، فإذا ما فهمت أنا خسرت، إذا ما فهمت أنا الذي خسرت قبلك.
قبلك أنت، أنا الذي خاصبه قبلك يعني ما. نعم، إذن هذا هو القسم إيش؟ الثاني. ننتهي نأتي إلى القسم الثالث. القسم الثالث آيات فيها تذكير بنعم الله التي تترى على بني آدم مؤمنهم وكافرهم. آيات فيها تذكير بنعم الله التي تترى على بني آدم مؤمنهم وكافرهم. نعم، وهذه الآيات تبدأ بقوله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. الآية الثالثة وكم؟ والثلاثون. الآية الثالثة والثلاثون، وتنتهي إلى قوله تبارك وتعالى: إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وهذه هي الآية الرابعة والأربعون، الرابعة والأربعون. كل هذه الآيات تتحدث عن نعم الله عز وجل التي أنعم بها على عباده كافرهم ومؤمنهم وكافرهم. رأيت هذا؟ وذلك سورة إيش؟ مكية ولا مدنية؟ مكية. سورة مكية. نعم. من يذكر هذا القسم الثالث؟ نأتي إلى هنا. يا شيخ. أنت يا شيخ. آية فيها تذكير بنعم الله التي تدعو على بني آدم مؤمنهم وكافرهم. وتبدأ من الآية بقول سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض ميتة أحييناها. الآية الثالثة والثلاثون إلى قوله سبحانه وتعالى: إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. الآية الرابعة والأربعون. ما شاء الله، أنت من الضابطين. بارك الله. ما اسمك؟ مصطفى. صحيح، أنت مصطفى. القسم الرابع نفرح إذا رأينا ما عجبنا، لا نحسد. القسم الرابع آيات الحوار بين الدعاة وبين المعاندين والمكابرين وعارض شيء من أساليبهم. أنا ممكن أختصر: آيات فيها الحوار ديالوج، فيها الحوار بين الدعاة وبين المعاندين والمكابرين، وبين المعاندين والمكابرين. وهذه الآيات تبدأ من قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وهي الآية الخامسة والأربعون، وتنتهي إلى قوله تبارك وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الآية الثامنة والستون. نعم، هذا هو القسم إيش؟ الرابع. من يدخل هذا القسم؟ هنا أنا أريد هنا. ما دعونا أحد. هيا شيخ أنت، هيا. اسمكم؟ عبد الملك. نعم. الحائي. نعم، يلا بسم الله. نعم، الآية الحوار بين الدعاة وبين المعاندين والمكابرين يبدأ من قوله تعالى: وإذا قيل لهم. لا تقول من قوله ثم تسكت. تعالى. يبدأ من قوله. كأنك قطعت الرأس عن الجسم. نعم، أيوه. يبدأ من قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، إلى قوله تعالى: وما نعلم من الجسم في الخلق. أحسنت، نفع الله بك. القسم الخامس، كلنا فهمنا الأقسام الأربعة، الأول والثاني والثالث والرابع، نأتي للخامس. القسم الخامس الآيات التي بها تزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الاتهامات والافتراءات، وهي بمثابة
التزكية للدعاة السائرين على نهجه. الآيات التي فيها التزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الاتهامات والافتراءات. يكتفي بهذا بس، من الاتهامات والافتراءات. وهذه هي أقل الآيات في هذه السورة، يعني هذا القسم هو أقل الأقسام بالنسبة للآيات التي وردت فيه من غيره. وهذه تبدأ من قوله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ثم بعد ذلك جاءت بآيات ثلاثة أربعة. الآية هذه الآية هذه الآية التي ذكرت لك هي الآية السبعون، التسعة وستون، التاسعة والستون. ثم ذكر آيات أربعة بعدها. تخللت هذه الآيات تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الآية الواحدة الهادية والسبعين والسبعون، والثانية والسبعون، والثالثة والسبعون، والرابعة والسبعون. أربع آيات، هذه الأربع آيات ليست في تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى التزكية مرة ثانية والتسلية، فقال في الآية السادسة والسبعين، فقال: فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا تسلية وتزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا القسم ما يذكره باختصار. نرجع إلى هنا، بدأنا من هنا. ما يذكر هذا القسم إذا ما وجدنا نحيل. أيوة يا شيخ، صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت أحسنت. وما هي الآية؟ فلا قولهم إن، ما اسمك؟ أنت من الصالحين إن شاء الله. إن شاء الله، ممتاز. إذن هذا هو القسم الخامس، والقسم الأخير هو القسم السادس، وهو الذي ختمت الآية، وهي التي، وهذا القسم هو الذي ختم به السورة، هو الذي ختم به السورة. ونقول هذا القسم بعنوان التذكير بالمعاد وأحواله، التذكير بالمعاد وأحواله. فهمت المعاد؟ معنى المعاد يعني أمور الآخرة، البعث والنشور وحساب وما يتعلق بذلك. ومنه زاد إيش؟ المعاد، كتاب لابن القيم. التذكير بالمعاد وأحواله. وهذا القسم يبدأ من قوله تبارك وتعالى في الآية السابعة والسبعين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من إيش؟ من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وينتهي إلى قوله تبارك وتعالى في نهاية السورة. ما هي الآية التي في آخر السورة؟ الناس يضبطون أول السورة وآخرة وأكثر، أول السورة وآخر الآية في السورة. إذن فهذا هو التقسيمات التي سجلتها، ولعلها تسهل لك فهم هذه السورة، ويجعل وتجعلك هذه التقسيمات تجعلك كأنك سيطرت و يعني اطلعت وعلوت على هذه المعاني وهذا وتفسير هذه السورة بإذن الله تعالى. طيب، نفتح الكتاب، وطريقتنا الآن نقرأ السورة ونطبق هذه التقسيمات على هذه السورة، وهذا فقط في هذه الجلسة. والجلسة القادمة ندخل في كلام وتفسير الشيخ رحمه الله تعالى، وإن بقي من الوقت ندخل فيه. رأيت الآن؟ أريد منك أن تكون تابعا للقارئ، والقارئ لا يقرأ تفسير، إنما يقرأ
الآيات. وأنت بحكم أنك قد عرفت كيف قسمنا وأنت تطبق وأننا نطبق هذه التقسيمات على قراءاته، وإذا وصل إلى آية أوقفها وأقول هذه هي نهاية القسم كذا وبداية القسم الثاني كذا. مفهوم يا إخوان؟ هيا الشيخ اقرأ سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. نعم، هذه هي البداية، بداية القسم الأول. والقسم الأول قلنا ما هو؟ ها؟ يذكر لك في هذه الآيات أحوال إيش؟ الدعوة والدعاة إلى الله مع ضرب إيش؟ المثل. وقلنا تبدأ هذه الآيات بأولى الآيات في السورة. نعم. ها؟ إنك لمن المرسلين. كل هذا في الدعاة، أليس كذلك؟ لأن أفضل الدعاة الأنبياء والمرسلون، أليس كذلك؟ إذن إنك لمن المرسلين. نعم. على صراط مستقيم. هذا ثناء على الدعاة. نعم. تنزيل العزيز الرحيم. هذا ثناء على وسيلة الدعوة، هو المصدر، مصدر الكتاب القرآن. نعم. لتنذر قوما ما أنذر آبا. هذه هي أحوال الدعوة، أحوال الدعوة إلى الله. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذا ذكر لأحوال المدعوين، بعض أحوال المدعوين. رأيت هذا يا أخي الكريم؟ نعم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم. هذا ذكر سبب عدم اتباعهم لما يقوله الداعية إلى الله عز وجل. فهمت الكلام؟ هذا ذكر أسباب الأسباب المانعة التي تصدهم عن اتباع الداعية إلى الله عز وجل. نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه أيضا مثل إيش؟ الآية التي قبلها، أسباب الموانع التي تمنع هؤلاء المدعوين من اتباع إيش؟ الحق. نعم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا تشبيه، تشبيه للمعارضين، شبههم الله عز وجل بالموتى. إنا نحن نحيي الموتى، يعني هؤلاء المعاندين نحييهم وسوف يجازيهم الله عز وجل بما عملوا من سوء. هذا تفسير من وجه، وهناك تفسير آخر سيأتي. نعم. وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء بعد ذكر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ذكر دعوة غيره من المرسلين لنعلم أن هناك الأمثال التي يضربها الله عز وجل في كتابه، وهذه الأمثال يضربها الله عز وجل من باب التقوية والتسلية للاحقين. ذكر السابقين للاحقين يكون تسلية لهم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من هو معهم فليعلم أن الذين قبله من المرسلين ليس رسولا واحدا، مرسلين اثنان ثلاثة، ومع ذلك
آذوهم فلما أنت تشتكي من إيذاء قومك لك؟ نعم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم نعم. هنا انتهت القصة الأولى التي تتعلق بالمرسلين، وهذه القصة داخلة في ذكر أحوال الدعاة إلى الله عز وجل، وهذه القصة أيضا داخلة في ضرب المثل، واضرب لهم مثلا. نعم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا أيضا رجل داعية إلى الله عز وجل ولكنه ليس رسولا، وذلك قلنا أحوال الدعوة والدعاة، لأنه يدخل في هذا اللفظ المرسلون ومن دونهم. لو قلنا أحوال المرسلين إذن لا يدخل في لفظ المرسلين هذا الرجل الذي ذكر في هذه الآية، وجاء من أقصى المدينة رجل، إذن هذا أيضا من الدعاة إلى الله، ولذلك استعمال لفظ الدعاة أعم من استعمال أو استخدام لفظ المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم هذا ذكر شيء من أحوال الدعاة إلى الله، لا يركز الداعية إلى الله عز وجل على الدنيا، على جمع الدنيا، ولذلك قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني لا يأخذون الأجر. نعم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نعم. هذا دعوة إلى إيش؟ دعوة الرجل هذا عندما دعا قومه بأيش بدأ؟ أتخذوا من دونه آلهة، من أين بدأ؟ من التوحيد. شوف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من أقصى المدينة، هذا الرجل الذي جاء بعثته ما بدأ إلا بإيش؟ بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. نعم. إني إذا لفي ضلال مبين. أنا كنت كلما مررت بهذه الآية عند قراءة القرآن أفكر في ما يفعله أهل البدع في هذه السورة، أفكر كثيرا ولا سيما في هذه الآية إني إذا لفي ضلال مبين. كانوا إذا قرأوا سورة ياسين، تعرفهم إذا قرأوا سورة ياسين هم قراء سورة ياسين، وبعضهم وسائرهم يحفظون سورة ياسين بسبب بدعته، وإذا وصلوا إلى كل مبين يكررون الآية سبع مرات، فالمبينات الأخريات لهذه السورة أمرها أخف، لكن هذه المبين الله المستعان، ويقول إني إذا لفي ضلال مبين ويكرر هذه الآية. نعم استعان. نعم أيوه. إني
آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا موقف اكتب فيه موقف. هذا نهاية القسم الأول الموقف. طب مفهوم الآن؟ انتهينا من القسم الذي يتعلق بذكر الدعاة أو الدعوة إلى الله والدعاة وضرب المثل. نعم. وما أنزلنا على قومه من بعده هذا هو القسم الثاني بدايته. ما هو القسم الثاني؟ ذكر ايش؟ ذكر ايش؟ عاقبة أعداء. نعم. كل من عاد الحق سيذكر جزاءه في هذه الآيات التي سيذكرها. نعم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها كيف؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن نعم لو قرأته وإن كل من لما جميع لدينا محضرون. يعني موقف الموقف هنا يعني هذه الآية هي آخر الآيات التي تتعلق بليس القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ أعداء ذكر عاقبة أعداء دعوة الحق. نعم. طيب الآن نأتي إلى القسم الثالث. نعم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هنا آيات. هنا القسم هذا ما هو؟ تذكير نعم الله عز وجل التي تترى على بني آدم. الله عز وجل يذكر نعما عديدة الآن. نعما عديدة. نعم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج وكل في فلك يسبحون.
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة أحسنت. هذه الآية هي آخرة الآيات لهذا القسم. القسم إيش؟ السادس. طيب نأتي إلى القسم الرابع وهي الآيات التي تتعلق بالحوار بين الدعاة وبين المعابدين والمكابرين وعرض شيء من أساليبهم، وهي تبدأ من قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. أيه. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم جهنم التي كنتم توعدون.
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاسترقوا الصراط فانى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. نعم هذا آخر القسم الرابع. القسم الخامس تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتهامات والافتراءات التي يقال عنه. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هكذا. ثم الآية التي بعدها والتي بعدها أربع آيات أو خمس آيات بعدها تنقلها في عقلك ليس في القرآن تنقلها في عقلك وفهمك وتلحقها بالقسم إيش؟ ها؟ نعم الله ذكر نعم الله عز وجل ذكر إيش؟ القسم الثاني ولا القسم الثالث؟ الثالث تلحقها بالقسم إيش؟ الثالث. نعم. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ثم ذكر هذه الآية التي سيقرأها الآن فهذه الآية أيضا من آيات التزكية والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. طيب انتهينا من الآيات التي تتعلق بالقسم الخامس وهو تزكية النبي صلى الله عليه وسلم أو تسليته عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى القسم الأخير وهو القسم السادس لأن الصلاة قد قربت. القسم السادس ختم السورة بهذا القسم وهو قسم فيه ذكر المعاد وأحواله وهذا القسم يبدأ من قوله تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت
كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله انتهينا خلاص، انتهينا من التفسير. نعم، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا، وإن شاء الله نبدأ في تفسير في اللقاء القادم بعون الله وفضله، واستعد فإننا إن شاء الله سنقرأ كل ما في الكتاب ونعلق على كل كلمة بإذن الله تعالى التي لم تفهمها، أما التي فهمتها نجاوزها لأنكم علماء ولستم بالمبتدئين بطلب العلم، أنتم إن شاء الله من السابقين إلى العلم. ومن كان اسمه منكم ياسين، نختم اللقاء بهذا الكلام، من كان منكم اسمه ياسين أو اسم أبيه أو اسم قريب له ياسين يوجد؟ الحمد لله، الحمد لله لا يوجد. نعم يوجد؟ إذن ما في. وهل ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل هو من أوصافه؟ لا. نعم؟ لا. هل هو من أسماء القرآن؟ لا. أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله.